في أقصى شمال محافظة الجو تتربع أكبر مديريتها هناك، مديرية خب والشعب، وسنتكلم عن خب وإرثها التاريخي، وما وجود نقوش بخط المسند إلا دلالة على أنها كانت مهد حضارة امتدت لقرون سكنها الحميريون والمعينيون والسبائيون. أو حسن الأمير نصر بن حسين بن غملة رحمه الله الذي أسسه قبل 300 عام عين أميرا من حدود نجران إلى حدود عمان أيام تأسيس الدولة السعودية الأولى والدولة الثانية. أرسل الأمير حملة عسكرية ودينية إلى الجنوب بقيادة ولد عمه ناجي محمد بن غملة، وربط بين وادي خب ووادي حضرموت عبر طريق صحراوي يسمى الأميرية. وكانت أمارة، ففي قرية المحجل توجد الكشلة التي كانت مقرا للحكم الإمامي آنذاك. انتظرونا سوف نوفيكم من داخل. السلام عليكم. هذا ايش اول مبنى؟ هذا احدى غرف الاولى. ايوه. وهذا احدى غرف الثانية، وهي هذا حق الواجبات، هذا حق الواجبات، حق الزكاة، حق الزكاة. هذا غرفة الزكاة. ايوه غرفة الزكاة. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فيها. وهذا حق السجناء، غرفة السجناء. هذه غرفة السجناء. وهذا من وين يطلع الدور الثاني؟ هنا يا بعدي. هنا مداخل ومخارج. وهذا المخازن، غرفة المراجعات. هذه غرفة المراجعات حق المراجع. كانت عندنا دولة يا ولد. وغرفة العامل، هذه غرفة العامل. لا تطيح بنا الحين. هذا غرفة العامل. الآن وصلنا إلى الدور الثالث. وادي خب السياحي التي تهفو إليه الأرواح وتشتاق إليه الأنفس ويحن إليه كل من فارق الديار، وخصوصا هذا العام الذي أكرمنا الله فيه بالأمطار وجرت السيول وامتلأت السدود، فكانت خب جنة بكل ما تعنيه الكلمة. ازدهرت بزراعة التمور، إذ توجد أنواعا كثيرة من التمور وأصنافا تنافس التمور المستوردة، والزائر لخب يجد الكرم وحسن الضيافة في أهلها، إذ تستقبلك التمور وكذلك الاستراحات التي تستظل تحتها، وهي عبارة عن أشجار البرتقال المتدلية ثمارها. من الأول هي الأفضل، تقاليدهم وشرفهم وكرامتهم رجال محتفظين بها، تختلف عن الوقت الحاضر. الوقت الحاضر كان فيه يعني شرف وكرامة وعدم هتك أي عرض أي شخص، هناك متكاتفين يد الوحدة وينكروا النكير من أي شيء يشوفوه. مؤخراً أنشئ مصنعاً لتعليب التمور وتغليفها وتصديرها وبجودة عالية وأسعار أقل من المستوردة، وبالقريب ستغطي معظم أسواق الجمهورية. في الآونة الأخيرة اغترب شبابها في دول الجوار، ونتمنى منهم أن يكون لهم بصمات استثمارية في خب أو غيرها. خب كنز، وأرضها الخصبة تحتاج إلى أن تعود كما كانت، مصدرة للفواكه والتمور. خب في الوقت الحاضر تتبع مديرية خب والشعف، والمديرية تنقسم لثلاثة أقسام: الشعف ووادي المرنة ووادي الملاحة وقسم ثان خب وادي مقعر ووادي الحنية وقسم ثالث اليتمة والمهاشمة وسلبة والقعيف. في الأخير تقبلوا تحياتنا.